السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هناخد حاجه بسيطه جدا مش هنطول فيها، وهي ازاي نعمل دفايه ومقطوعه كده. الموضوع سهل بسيط، يعني مش مشكله خالص. اول حاجه حابين اول حابب اول اقول لكم اول حاجه بسيطه كده، احنا عايزين نعمل شكل مثلث. شكل مثلث نعمله ازاي؟ هنعمله كالاتي. هنعمل دف، هنعمل دف فاضيه، هنده الدف دي، وكل اللي هنعمله هنديها بوردر رايت. مثلا احنا عايزينه باصص لفوق، فهنعمل بوردر الاول توب بوتوم، هنديله مثلا 20 بكسل والسوليد ولون مثلا احمر ريد. بعدين هنكرر البوردر دوت، بس هنخلي يمين رايت وليفت، بس الكلر هي ترانسبيرنت. تمام، نروح نشوف الشكل كان عامل ازاي. احنا عملنا عشان واخد السطر كله، ف display in line block، عشان المفروض الحاجة اللي بديها البوردر ده او اللي عملها مثلث ما ينفعش اديها ويتس وهايت، او بنثلث بس لفوق. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا اديته بوردر بوتوم، بوردر بوتوم وبوردر رايت وليفت، رايت وليفت، وما اديتش توب. لما بديش توب الرايت والليفت بيميلوا على بعض بحيث ان هيملوا شكل مثلث. تمام، يعني اللي انا اديته لون هو اللي في مكانه، ما حصلوش حاجه. واللي انا خليته ترانسبيرنت الاثنين نزلوا على بعض فعملوا شكل مثلث. يعني مثلا لو خليت اللي باللون هو الرايت، واللي ترانسبيرنت هو توب وبوتوم، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان كده الرايت هو اللي واخد اللون، فالرايت هو اللي هيكون هنا كده. بعدين التوب والبوتوم مش واخدين لهم، فهم ينزلوا كده، هينزلوا التوب هينزل على البوتوم، فيكون المثلث باصص ناحيه الشمال. حتى نعمل ريفرش كده اهو، تمام مظبوط. من ناحيه بقى الويتس بتاع البوردر، احنا ممكن نغيره على حسب احنا عايزين ايه. يعني هنا مثلا ده مثلث متساوي الاضلاع، فعشان كده كله نفس ال الويتس. فلو احنا عايزين مثلا عايزين مثلا نطوله شويه، فهندي الرايت مثلا 150 بكسل مثلا، ريفرش او نطول شويه ناحيه ناحيه الشمال، اللي هو زودت الرايت فزود ال فزود ال ال زود عرضه اكتر. طب لو انا عايز مثلا مثلث قائم، يعني يكون معمل كده، فالبوتوم هديه صفر علشان ينزل تحت ما يطلعش لفوق، فهديله صفر بوتوم اهو، او سيف او بقى قائم. طب انا عايز يطول شوية، فهزود الطب، خلي مثلا 50 طول شوية. تمام، وهكذا. دي اول حاجة لازم نكون عارفينها عشان نستعملها في الشكل ده. تمام، تاني حاجة عايزين نعرفها هو ازاي نعمل خلفية ترانسبيرنت كده، خلفية شفافة، خلفية ايمج، خلفية صورة شفافة. فانا عندنا طريقتين، انا بفضل طريقة واحدة منهم، بس انا هقول الطريقتين عشان برضو الناس تكون عارفة. اول طريقة، هنشيل بقى الحاجات دي. اول طريقة مثلا، اول هندي ويتس وهايت، ويتس مثلا 300 بكسل وهايت 300 بكسل مثلا، عشان نبدا ندي الباك جراوند بتاعنا. احنا عندنا طريقتين. اول طريقة ان هنعمل الزف دي افتر او بيفور، ايا كان، مش هتفرق كتير. افتر او بيفور هو انا بحط حاجه قبل الاليمنت ده او بعديه، بس انا كده كده هستعملها، انا احطها جوه الاليمنت. يعني اخلي الاليمنت ده بوزيشن ريلاتيف عشان الحاجه دي تكون بوزيشن ابسولوت، عشان تكون جوه، عشان تكون الدف ده وعاء ليها. حلو، تمام. اول حاجه الكونتنت، لازم نحط الكونتنت ايا كان، احط حاجه جوه كونتنت او لا. تمام،
فبس انا مش هنحط اي حاجه جوه الكونتنت، احنا مجرد يكون فاضي فهنسيب الكونتنت فاضي. بعدين هنعمل ديسبلاي، لازم نديها ديسبلاي عشان دي حاجه اصلا احنا يعني هو مش عارف افتر دي ايه، فاحنا بنديها ديسبلاي. هنخليها مثلا بلوك، سوري بلوك مثلا، ومثلا وعايزين بقى نخليها بوزيشن ابسولوت تمام. و ال التوب صفر. نجيب الباك جراوند بتاعتنا، باك جراوند ايمج، وكنا كنت انا محضر ايمج كده، هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنسيف ونروح، لا مش هنا سوري، هنا بقى لا في مشكله. باك جراوند ايمج احنا ما اديناش ويتس وهايت، ويتس 100% والهايت 300 بكسل. 100% ديت اللي هو 100% من البيرنت اللي هو 300. ريفرش اهو، اخد الباك جراوند بتاعت الديف. طب ثواني بقى، طب عايزين بقى هنام بقى وبس عادي، وباسيتي مثلا نص خلاص بقى شفاف. طب لو كتبنا مثلا بي، وكتبنا مثلا اي كونتنت او كونتنت ونكررها مثلا، اي كلام او تمام. بس هنا في مشكله، المشكله انه الكلام دوت جه تحت الصوره، يعني خلينا الصوره واحد بيكس واحد اوباسيتي، الصوره تكون جوه فوقيها عشان دي ابسولوت. فاحنا ممكن نعمل ايه، ادي الديف، هنقول البي اللي جوه الديف عايزه برضه بوزيشن ابسولوت وتوب صفر، بس زد اندكس هنخليها 2 مثلا. فالكلام طلع فوق الصورة، يعني نرجع بقى الصورة نص مثلا تاني، الكلام بقى فوق الصورة كده، الصورة بقت باك جراوند للكلام تمام. وممكن نعمل نفس الطريقة ديت، ان احنا نحطها مجرد ايمج، يعني هو لو حطيناها ايمج والسورس جبناها اهو، وقلنا الكلام ده نفس الستايل دوت بس للايمج، هيكون نفس الفكرة بالظبط اهو، نفس الفكرة بالظبط مش كتير. حتة الافتر انا بفضلهاش عشان ساعات يعني بتعمل مشاكل في حتة السبورت البراوزرز وكده. فانت عندكم فانت ممكن تعمل اول طريقة ممكن تعملوها مثلا بالايمج كده بنفس الفكرة، بس في طريقة تانية ساعات بفضلها، وهي ان انا اخلي الصورة شفافة اصلا من الاول. يعني ايه؟ يعني احنا اهو هنروح للفولدر اللي انا عامله اهو، دي الصوره هوديها على الفوتوشوب، ادي الفوتوشوب الصوره هي قدامي، هفتحها الاول بعدين اخلي بس بتاعتها 50% اهو بس شفافه، بعدين هعمل سيف. انا عملت كنترول شيفت الت اس او اهو سيف فور ويب، كنترول الت شيفت كنترول اس، وسيفها بي ان جي عشان تتسيف بالترانسبيرنت. لو سيفتها جي بي جي هتضايقني شويه انها تكون خلفيتها بيضه، بس بي ان جي هتخلي خلفيتها شفافه، فممكن احطها على اي حاجه هتاخد الخلفيه اللي وراها عادي جدا مفيش اي مشكله تمام. هعمل سيف، هعمل سيف الاول في المكان اللي انا حاطط فيه ال الحاجه تمام. بس اخلي رقم 2 بس عشان الصورة الأولانية يبقى اسمها رقم 1. سيفتح، هروح بقى هنا وهخلي اشيل بقى ده كله، هشيل الايمج ديت، هخلي باك جراوند عادي او باك جراوند ايمج يو ار ال 2 ثاني، وهشيل موضوع الابسولوت بتاع الباراجراف ده اروح هناك بقى للبراوزر ريفريش شفافة عادي جدا، وباك جراوند لل للديف ومفيش مشكلة. وديها بقى التنسيق بتاعتي، يعني مثلا لو عايز اعمل باك جراوند باك جراوند اتاتشمنت مش كده، عايزين باك جراوند بوزيشن سوري بوزيشن مثلا كانت ايه، لا مش بوزيشن
كان سايز تقريبا. سايز كفر. سايز الكفر معناه اللي هو بيخلي الصوره تملى الديف. يعني ديف دلوقتي اهو هو صوره مليت ديف. فدلوقتي لو انا خليت الديف بس 500 بكسل ويت فهتملاها برضو. طب انا لو خليتها 100% ويت او 100% ويت برضو هتملاها. معنى كلمة تملاها انها تكون السطح بتاع الديف كلها مليء الباك جراوند ايمج. بيملاه ازاي؟ انه بيعمل سكيل للايمج. يعني ايه سكيل الايمج؟ يعني بيكبرها بس بنفس الدايمنشنز بتاعتها. يعني مش بيعرضها بس او بيطولها بس، لا بيزود الطول بعرض بنفس النسب عشان تملى الديف. واخد مثلا اخليها مثلا فين؟ خلي مثلا دي مثلا 800 بيكسل طول اهو، تمام. طب لو جيت اصغر، بصوا بيحصل ايه. احنا هنا بصوا الخلفيه بغض النظر اللي فيها نعم هي مش ريسبونسيف، بس الفكره كلها ان الخلفيه بتتظبط مع الديف عشان اعملها كفر. كل ما الديف تكبر او تظهر او يحصل لها اي حاجه الصوره التنسيق بتاعها واخدها ان هي بتملاها، تمام. طيب نبدا بقى نعمل بقى حته بقى ازاي نخليها مقطوعه كده. هي نفس اللي احنا قلناه بالظبط. مثلا خلي الاول الويتس مثلا 500 بكسل عشان تكون حاجه صغيره نطبق عليها، والهايت مثلا خليها 400 مثلا في 500 مثلا، ومش محتاجين البوزيشن. ايه تاني بس ممكن نخليها كده. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب دي البي او الباراجراف، يعني هنزود باراجراف شويه عشان يكون عندنا كونتنت كبير، تمام. هنعمل تحتها ديف، حلو. والديف ديت هنديها نفس الفكره اللي احنا اديناها لها اللي هو في لما جينا نعملها مثلث او هندي اي دي عشان نميز. اي دي مين مثلا او اي دي مين، ونقول له الديف اللي جوه المين. هنقول بقى بوردر رايت مثلا العرض دوت، انا عايزه العرض دوت فادخله 400 بكسل سوليد ابيض مثلا. بعدين نفس الكلام في التوب والبوتوم. بس البوتوم عايز صفر عشان مش عايز يطلع. والهايت والطول او التوب يعني هخليه كام 150 مثلا، بس هيكون ترانسبيرنت بقى. نشوف كده بس الفكره كلها ان في هايت زياده هنا. هنا بقى الفكره اقول لك اول فكره هعمل ايه بعدها نصلح الموضوع ده. الفكره اللي انا كنت عاملها ان احنا هنا عاملين مثلث بالظبط، مثلث عادي جدا ما فيش اي مشكله، لكن بنديه بنفس لون الخلفيه. خلفيه هنا ايه؟ ابيض. والمثلث ابيض تباين لليوزر ان هي مقطوعه، بس في الحقيقه هي مش مقطوعه، تمام. هنا بقى المشكله ان انا مدي هايت. فانا عندي اختيارين، اما مديش هايت وكده كده الديف الكبيره هتكبر وتظهر على حسب بقى الكونتنت اللي جواها، فكنت جواها اخر المثلث ده، يا اما اديها هايت اللي انا عايزه وادي الديف ده وادي ده البوزيشن ريليتيف، وهنا بوزيشن ابسولوت وبوتوم سوري بوتوم صفر عشان يكون في اسفل يعني على طول تحت الديف. بس دي في مشكله، مشكلتها ايه؟ ان لو الكونتنت كبر هنجربه الكونتنت كبر، الكونتنت هنكبره اهو، واخدين بالكم اللي حصل؟ الكونتنت نزل تحت تحت المثلث، فدي حاجه مش حلوه. فالافضل وانا اللي بحبه وبحب اعمله الصراحه هو ده، ثواني، ان انا ما اعملش هايت عشان لو ما عملش هايت الهايت ما هيكون فليكسبل معايا. كل ما الكونتنت ما يكتر كل ما الهايت هيزيد. فكده الكونتنت اهو، وتحتيه الدفايه اللي اصلا اخر حاجه في الدفايه اللي هي واخده المثلث. لو كترنا بقى الكونتنت في الحاله ديت
او كتر هنكتر كتر 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 او الدف بيكبر معايا ومثلث برضو تحت. طب كده احنا عملنا او لو هنكبر شوية يعني مثلا نخلي دي وسط 900 ومارجن اوتو ونخلي دي 900 عشان عايزها تبقى بال 900 ونقلل شوية الكونتنت شكلها كتير قوي عشان برضو نعرف نشرح او نزوده شوية عشان برضو يكون عندنا حبة حلوين. دي الفكرة بكل بساطة. حتة بقى عايزين بقى يحصل بقى بادنج كده، فهندي بادنج عادي جدا للبي. هننزل ناخد المين البي اللي جواكي عايزينها بادنج 20 سر بادنج بس 20 بيكسل عادي جدا مفيش اي مشكلة. تمام بس كده خلاص الدرس بسيط ولذيذ، وان شاء الله يكون حد استفاد منه، وان شاء الله احاول في الفيديوهات الجايه اقول حاجات افضل وان شاء الله احسن باذن الله. ماشي، مش عايز اي حد، مش عايز اي حاجه، يلا سلام سلام سلام. لو مزنوق في سؤال تعالى لي على اسك، وعشان تتابع فيديوهاتي الجديده سبسكرايب.